ابراهيم، تعليمات جمال عبد الناصر انك ورجالتك تاخدوا بطار الفريق عبد المنعم رياض. تمام يا فندم. النقطة الحصينة اللي ضربت الشهيد رياض لازم تتقدم. اعمل الاستطلاع واختار المكان والزمان للعملية بنفسك. اوامرك يا فندم، احنا قدها. الرئيس حاطط ثقته في المجموعة 39 قتال انها تأدب اليهود. هنأدب ابوهم يا فندم، ما تشيلش هم. يا منسي مش محتاج افكرك، العيال التكفيريين دول عاملين قلق بقالهم كام يوم، يطلعوا بالليل يعملوا كمايل للناس وفين بطاقتك وفين رخصتك ويصوروا ده بالفيديو وينشروه على الانترنت كأنهم المتحكمين في سيناء. طب ليه ما هاجمناهمش من بدري؟ كان معاهم مدنيين دروع بشرية من اهل البلد، وعناصر الاستطلاع رصدت انهم مشوهم خلاص وما بقاش في مدنيين هناك. يمكن حسوا بالامان؟ احنا فعلا تعمدنا نديهم الاحساس بالامان خالص، وقللنا طلعات طيارات الاستطلاع فوق المنطقة هناك، بس خلي بالك ان المكان كله متلغم وفي شراق دعية كمان. عامل حساب يا فندم، معلومات المخابرات بتقول ان العدد هناك من 20 لـ25 تكفير. ده تقرير النهاردة الصبح، فعلا العدد كده، بس اغلبهم عيال فراودة، علشان كده كلفت 103 بالمهمة دي. على بركة الله، الرجالة جاهزة وهنتحرك فورا. اول ما هنبدأ العبور هتبدأ المدفعية تضرب النقطة الحصينة عشان الصهاينة تجري تخش الملاجئ وتسيب نقط الملاحظة. وكمان نأخر تحرك الدبابات اللي ورا النقطة به 3، لان ده هيدينا فرصة نوصل للشط ونطلع الساتر. اول ما نوصل الساتر هتتوقف المدفعية عن الضرب عشان نبدأ نتسلل في هجوم صامت في الاول لحد ما نوصل لأقرب نقطة لبدء الهجوم. احمد رجائي دوشمة 1، محي نوح دوشمة 2، وام سالم دوشمة 3، محسن طه دوشمة 4، وكمان هيتعامل مع الدبابات بالالغام او الار بي جي لو اتدخلوا في المعركة. هننزل من العربيات شمال البيت بتاعهم ونتقدم وسط الشجرة، وهنعمل لهم كمين وسط الشجرة.
اثبتوا رجالة. خلاص قربوا، محدش يضرب الا لما انا اضرب الاول. خليهم يقربوا كمان. اضرب! ولاد الابلس قافلين على نفسهم جوه يا فندم. فتحات التهويه يا جيزه دي او يطلعوا زي الفران الدايخه.
عاش وحوش. يلا طلعوا الزخيرة وابدأوا في تجهيز السواتر. كل مجموعة تاخد ساتر. يلا الحوش. بلغ القيادة اننا جاهزين في مكاننا. من القيادة للقائد المنسي، رسالتك وصلت، ربنا معاك يا رجالة. الله ياخذ الطواغيت الكفرة، أخيرا هنقدر نتخلص من منسي ورجالته الكفرة، ولن نهزم اليوم من كله. اما كومش الاطيلين ناتو شامولانو ريكي هامش مكلا. وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى. بسم الله على السلاح. ازاي لسه عايشين؟
ازاي؟ غطوني يا رجال بسرعة. انت كده مشوف ليهم يا منسي، خد لك ساتر يا فندم. هم مش بيخلصوا. خلصوا على الكفرة، خلصوا عليهم. وينكم يا طواغيت؟ جيش الخلافة جاي يذبحكم. جملة ضاهم، الخلافة مش هنا يا صايع منك له.